تمكنت مصالح امن ولايه الجزائر ممثله في فرقه قمع الاجرام بالمقاطعه الرابعه للشرطه القضائيه بوشاوي من توقيف خمسه اشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم رعيه اجنبيه تتراوح اعمارهم ما بين 20 سنه الى خمسين سنه في قضيه جنايه تكوين جماعه اشرار لغرض الاتجار الغير شرعي في المؤثرات العقليه ضمن جماعه اجراميه منظمه عابره للحدود النقل التخزين والبيع باستعمال مركبة ذات محرك لتيسير جثة الفرار قضية الحال وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش وبتمديد الاختصاص ما كانت عناصر الفرقة من حز 15427 قرص من المؤثرات العقلية 226 مليون سنتيم من عائدات الاتجار بالمؤثرات العقلية سبعة هواتف نقالة مركبة دراجة نارية بعد استكمال جميع الاجراءات القانونيه سيتم تقديم المشتبه فيهم امام النيابه المختصه اقليميا اول قناه الكترونيه في الجزائر